مدينة. طب أنا في البيت هاجي هعمل هستخدم برضو سنسورز، بس السنسورز هتبقى ليها إمكانيات تانية مختلفة. فيبقى عندي مثلا شباك بيفتح لما النهار يطلع، ستارة بتتحرك لما النهار يطلع، هيبقى عندي مثلا سنسور للغاز أو للغازات، هيبقى عندي سنسور للدخان، هيبقى عندي كاميرا سنسورز، هيبقى عندي مثلا هيبقى عندي سنسورز كتيرة جدا أقدر إن أنا أستخدمها. طب انا السنسورز دي هبدأ ان انا استخدمها ازاي، او انا هتفاعل معاها ازاي، او هخليها اوظفها معايا ازاي؟ في طبعا الكلام ده يعني مش تخصص المفروض ان احنا كمهندسين معماريين المفروض ان احنا نعرف بس الامكانيات دي، بس التعمق في الامكانيات دي اكتر بيبقى تخصص كمبيوتر ساينس او اي تي، اللي هو بيبدأ ان هو يبقى عارف امكانيات كل حاجة بالظبط وعيوبها ومميزاتها، بيبدأ ان هو يعرف يتعمق اكتر في توصيلات، يتعمق اكتر في ازاي طريقة الاستخدام. بس احنا مثلا هنيجي نتعرف على السنسورز الموجودة وازاي ان هي طريقة استخدامها، يعني ازاي احنا بنستخدمها او هي تقريبا طريقة استخدامها ازاي. هنيجي مثلا نشوف السمارت هوم، هنلاقي مثلا السمارت هوم بيتكون من كذا حاجة، بيتكون من نتورك اللي هو من سنسورز، السنسورز مترابطة مع بعضها، متواصلة مع بعضها كلها، ماشي بنتورك معينة بطريقة معينة، بنتورك أو بجهاز معين، بديفايس معين. عندي ديفايسز تانية بقى اللي بتبدأ إن هي تربط معايا السنسورز ببعض، وعندي الكنترولينج سيستمز اللي هي الأنظمة اللي أنا ببدأ إن أنا أتحكم فيها. يعني أنا بيبقى عندي سنسورز، بيبقى عندي الأجهزة اللي بتربط السنسورز ببعضها، وبيبقى عندي الطريقة أو الكيفية إن أنا أتحكم، أدي أمر للسنسور ده إن هو يعمل حاجة معينة. يعني مثلا يبقى معايا أبليكيشن على الموبايل، فأنا أبدأ إن أنا أدي لللمبة أمر أوردر إن هي تقيد أو تطفي. فده اللي هو ده ثلاث مكونات اللي عندي، اللي موجودة عندي في السمارت هوم: السنسور والديفايس أو زي ما نقوله الريسيفر اللي بيبدأ إن هو يستلم الإشارة ويبدأ إن هو يديها للسنسور، والأبليكيشن تاني مثلا اللي عندي على الموبايل اللي هو بيبدأ إن أنا أديله الأمر أو أطلع أعمل فيه الأمر، فيبدأ إن هو يبعته للريسيفر، والريسيفر يبدأ إن هو يبعته للسنسور. طيب أنا عندي سنسورز كتيرة موجودة عندي في السمارت هوم. عندي مثلا ويريبل سنسور اللي هي مثلا زي سنسور بيتلبس زي مثلا ساعة أقدر إن أنا ألبسها فأقيس فيها وظائف الجسم حالها عاملة إزاي، ضغط الدم مثلا، أقيس مقدار التنفس، نسبة الأكسجين في الدم عاملة إزاي. فدي مثلا أجهزة أنا ببقى لابساها فهي تبدأ إن هي تقيس عندي. في عندي مثلا simple binary sensors، سنسور تاني بيبقى بيشوف الحركة بتاعة المستخدم في الفراغ عاملة ازاي، اذا كان واقف او اذا كان قاعد، من خلال binary system اللي هو واحد وصفر، نظام binary. عندي radio frequency identification، هي sensors بتبدأ ان هي تشتغل على الترددات بتاعة الراديو، تردد معين بس شبه ترددات الراديو، فتبدأ ان هي برضو تعمل تشوف الموجود في المكان حركته عامل ازاي واستخدامه المكان عامل ازاي، بس من خلال ترددات الراديوية. عندي فيديو كاميرا، دي مثلا الكاميرا اللي انا حطاها فيبقى فيها السنسور ان هي تشوف الموجود في المكان ماشي فين ورايح فين، هيستخدم المكان ازاي، لو اي حاجه غلط حصلت في المكان فتبدا ان هي تدي انذار، تدي تنبيه. عندي الانفراريد سنسور اللي هي سنسورز موجوده في المكان بس بتعمل اشعه الانفراريد، فتبدا ان هي تستشعر المكان. برضو الناس اللي بتستخدم فيه، دي انواع مختلفه للسنسورز وطريقه استخدامها، بس كلهم بيأدوا لي نفس الفكرة ان انا عايز اعرف المستخدم اللي في المكان هيستخدم المكان ازاي، هيحصل ايه في المكان، فلو حاجة حصلت غلط فابدأ ان انا ادي انذار او ادي تنبيه. ماشي. عندي الابليكيشن بقى، الابليكيشن اوف سمارت هوم المفروض ان هي تبقى معتمدة على اللي احنا قلناه، ان انا يبقى عندي ابليكيشن ان انا يبقى عندي الاول perception السنسورز او الكنترولرز او الفيديو سنسورز، السنسورز اللي هتبدا ان هي تستشعر الحاجه اللي موجوده عندي، ف ده اول حاجه موجوده عندي. بعدين نتورك
الشبكة اللي أنا هبدأ إن أنا أربط بيها السنسورز ببعض علشان خاطر يبدأوا إن هم يتفاعلوا مع بعض، إذا كان واي فاي، إذا كان بلوتوث، إذا كان أي نتورك تانية لسه هنشوف. السوفت وير اللي أنا ببدأ إن أنا أستخدمها علشان خاطر أدي أمر اللي أنا هبدأ أستخدمها إن هي كتبقى ريسيفر عندي ما بين السنسور ما بين المستخدم، اللي هو الفريم اللي هو الويب سيرفيسز بلاتفورم مثلا، زي مثلا موقع مثلا ويب، موقع على النت انا عامله مثلا ان انا لما اعمل ابلكيشن على الموبايل ان انا او ادي ابلكيشن بالموبايل او امر صوتي، فيبدا ان هو يبقى فيه ده يبقى الريسيفر بتاعي اللي هيتوصل بالبلوتوث بالسنسور. عندي الابلكيشن بقى انا بستخدم بقى الكلام ده بطبقه ازاي، بطبقه مثلا عندي في السكيورتي، بطبقه عندي في كميديكال، بطبقه عندي في ريكوجنيشن سيرفيسز، بطبقه عندي مثلا في الـ سيرف، وطبعا عندي بأكتر من طريقة. عندي هنا الـ components of smart home ممكن تتقسم لأكتر من تصنيف أو ممكن تتصنف لأكتر من تصنيف. المكونات بتاعة المبنى الذكي بتاعي أو البيت الذكي بتاعي ممكن تتصنف لأكتر من تصنيف. عندي السنسورز المستشعرات بتاعتي، عندي الـ control devices الأجهزة التحكم بقى اللي ببدأ إن أنا أتحكم فيها مع السنسور. عندي الكنترولرز، الكنترول ديفايسز زي مثلا أبليكيشن على الموبايل أو موقع نت أو أمر صوتي أنا بديهوله، ده الكنترول ديفايسز. الكنترولرز بقى المتحكمات زي مثلا بيبقى فيه مثلا عندي لوحة تحكم كبيرة كده زي لوحة التحكم بتاعة العدادات اللي بتبقى موجودة مثلا عندي في البيت بتاعي، بس هي لوحة تحكم كبيرة خاصة بالكنترولز بالسنسورز الموجودة عندي كلها. أو زي مثلا التابلت بتاعي اللي بيبقى موجود ببدأ إن أنا أتحكم منه في البيت حاله، أو زي مثلا اللي هي أليكزا أو بتاعة جوجل اللي هي بتبدأ إن هي تدي أدلها أوامر صوتية فتبدأ إن هي تتحكم في كل الحاجات اللي موجودة في البيت. عندي هنا الـ input والـ output devices، الأجهزة اللي هي الـ receivers اللي بتبدأ إن هي تاخد مستقبلات، تبدأ إن هي تستقبل الأوامر وتبدأ إن هي تديها للـ sensors. عندي الـ system network، نظام الاتصال ما بين ده ما بين الشبكات ما بين الأجهزة وبعضها اللي هو الواي فاي مثلا أو البلوتوث. عندي كمان من التصنيفات أو من المكونات الكمبيوتر بروجرامينج والبروجرامينج لوجيك كنترول اللي هي البرمجة بتاعة الكمبيوتر أو البرمجة بتاعة الأجهزة بتتبرمج إزاي، الأبليكيشن انترفيس اللي هو الواجهة بقى بتاعة المستخدم أو واجهة الأبليكيشن بتبقى عاملة إزاي، طريقة التفاعل بتاعتها سهلة أو بسيطة. عندي الـ smart home environment بقى أهوت حطيناها اللي هي devices الأدوات اللي احنا الـ devices الأدوات اللي احنا أو sensors اللي احنا بنستخدمها والـ devices، وهنا دي الـ intelligent controls اللي هي controllers المتحكمات بتاعتي بتبقى اللي هي يعني أنا زي ما قلنا قبل كده devices الـ sensors و controller واللي هو المتحكم بتاع الـ sensor والـ systems الأنظمة اللي أنا ببدأ أتحكم فيها. يعني أنا عندي sensor بوظفه وبعدين الـ sensors ده بتحكم معاه إزاي، فيبقى في عندي controller بيبدأ إن هو يأديله الأمر يتحكم في الـ sensor والـ operating system هي الواجهات الـ applications اللي أنا ببدأ أتفاعل فيها. عندي هنا بقى زي ما قلنا اللي هي طريقة تواصل الأجهزة بعضها بتبقى عاملة إزاي، في عندي أكتر من طريقة، في عندي مثلا بلوتوث بس البلوتوث ده بيبقى وايرلس، يعني اللي احنا عارفينه الطبيعي العادي بتاعنا إن أنا أربط الأجهزة ببعضها بالبلوتوث، بس البلوتوث ده طبعا بتبقى المدى بتاعه قصير. عندي مثلا واي فاي إن أنا أقدر إن أنا أعمل شبكة ما بينهم ما بين بعض زي الواي فاي أو إن أنا أوصلهم بشبكة الإنترنت بالواي فاي. عندي في حاجة تانية اسمها زيجبي ده برضو وايرلس سيستم. عندي مثلا في حاجة اسمها GSM ده GSM ده اللي هو بتبقى برضو نظام تواصل بس من خلال الهواتف الخلوية اللي هي زي إشارة الموبايل كده، يعني من خلال اللي هو الأبراج بتاعة الموبايل. عندي مثلا الـ RFID
برضو دي برضو بتستخدم حاجة بتبقى برضو وايرلس، برضو بتربط ما بين الأجهزة وبعضها. عندي لان، ولان اللي هي WLAN، برضو دي بتبقى برضو وايرلس بس بتبقى مداها محدود. في عندي انستيون، في عندي اكستن، في زد ويف. كل الحاجات دي هي بتعمل نفس الفكرة، ان هي بتربط السنسورز ببعضها، بس كل واحد ليه مدى، كل واحد ليه إمكانيات معينة، كل واحد ليه مميزات، كل واحد ليه عيوب. الكلام ده طبعا موجود، بس الكلام ده طبعا يعني اللي يفهم فيه أكتر واللي يبقى متعمق فيه أكتر اللي هو بتاع كمبيوتر ساينس، الناس بتخصص كمبيوتر ساينس والآي تي. فاحنا بس الفكرة في إن أنا ساعة لما آجي أركب بس الجهاز، أبقى عارف إن الجهاز ده علشان خاطر يتواصل مع بعضه، فهو في طرق أو في إمكانيات أو برامج إن هو يتواصل بيها مع بعضها إزاي بالسنسورز. فأبدأ إن أنا أبقى فاهم بس إن في عندي برامج وفي عندي إمكانيات إن أنا أقدر إن أنا أخلي السنسورز تتواصل مع بعضها. في عندي كنترولرز بقى. الكنترولرز عندي مثلا برضو في كنترولرز كتير زي مثلا امازون اليكزا او جوجل. في عندي مثلا حاجات تانية اسمها تبع شركات تانية كتير زي كي ان اكس، زي اوبن هاب، زي هوم سير، زي سامسونج سمارت ثينكس، زي وينك، ابل هوم كيت، بلانكن، ويمو. دي برضو كنترولرز ببدأ ان انا اتحكم فيها، اذا كان تحكم صوتي او اذا كان هي تعمل كريسيفر ان هي تستقبل معلومات مني وتبدأ ان هي ترسلها للسنسور. كل واحد برضو ليه امكانيات وكل واحد ليه المزايا بتاعته والعيوب بتاعته وقدرته. عندي هنا الابليكيشن بتاعت السمارت هومز بقى، انا اقدر بقى ان انا اوظف السنسورز دي ازاي. انا عندي مثلا روبوتس مثلا اقدر ان انا استخدمها في السمارت هوم. انا بس مش بستخدم سنسورز، انا ممكن كمان استخدم روبوتس. فالروبوتس دي بستخدمها ازاي في سمارت هوم؟ عندي مثلا نوعين من الروبوتس، نوع ان انا اقدر استخدمه جوه المنزل، ونوع ان انا اقدر استخدمه بره المنزل. فالنوع بتاع الروبوت اللي انا استخدمه جوه المنزل مثلا ممكن يبقى الروبوت عباره عن مكنسه تكنس لي الارض، اول يعني فيها سنسور، اول ما تلاقي ان في حاجه في الارض متوسخه فتبدا ان هي تكنسها. عندي مثلا سنسور ان هو يبقى ياخد باله مثلا من الحيوانات الاليفه، او ياخد باله من الاطفال، او ياخد باله من يبقى مرافق للاطفال او الحيوانات الاليفه او مثلا كبار السن. سنسورز روبوتس كده ده جوه البيت. مثلا في طبعا تطبيقات كتيره للسنسورز اللي جوه البيت زي مثلا السمارت كيتشن. عندي هنا سوري الروبوتس. ممكن يبقى عندي برضو في السمارت كيتشن يبقى عندي فيه برضو روبوت يبدأ ان هو يحضر لي القهوة كالماشين، الكافي ماشين ممكن تبقى نفسها بتحضر القهوة من نفسها. او ممكن يبقى عندي روبوت تاني يبدأ ان هو يحضر الاكل نفسه، ارم روبوت يبدأ ان هو يحضر الاكل نفسه. ممكن مثلا في تطبيقات كتيرة جدا للروبوتس. في عندي بقى الروبوتس اللي بتستخدم برا البيت. عندي مثلا روبوت ان هو ينظف حمام السباحة، روبوت ان هو ينظف الواجهة بتاعتي، الازاز بتاع الواجهة بتاعي، روبوت تاني ان هو يعمل مثلا يبدأ روبوت احنا قلنا ينظف حمام السباحة، ينظف الواجهة. في روبوت ممكن يعمل جز العشب بتاعي اللي قدام البيت، يقلم العشب بتاعي. ففي استخدامات كتيرة للروبوتس اذا كان جوه البيت او بره البيت. عندي مثلا في السمارت كيتشن كمان غير الروبوتس في عندي سنسورز كتير اقدر ان انا استخدمها في السمارت كيتشن، زي مثلا ان يبقى في الثلاجه تبقى سمارت ان هي تبدا ان هي تحدد لي ايه اللي ناقص في الثلاجه، فابدا ان انا في الماركت اطلب من الماركت ان هو يعمل ديليفري للمنتجات ديت. يبقى عندي مثلا الماشينز نفسها الموجوده ممكن تبقى سمارت، زي مثلا البوتاجاز، زي الثلاجه، زي قطعه ان انا احط عليها منتج فتبدا ان هي، او تيبل ان انا احط عليها منتج فتبدا ان هي تشوف المنتج ده خواصه ايه وتبدا ان هي تحدد لي انا هعمل فيه ايه او هتصرف في المنتج ده ازاي، وهبدا ان انا اطبخه ازاي، اعمله ازاي، وليكن ايه الكلام ده. عندي من التطبيقات التانيه الـ Indoor Positioning Systems، إن أنا لو أنا عندي إن أنا أعرف مكان الأشخاص الموجودين في البيت،
لو شخص، لو طفل مثلا صغير، فنبدأ ان انا احدد الطفل ده موجود فين في البيت. لو راح في مكان خطر فيبدأ ان هو يديني انذار. عندي الفويس كنترول ديفايسز دي اللي احنا قلنا عليها زي امازون اليكزا او جوجل. عندي الاير كواليتي كنترول ان انا ابدا ان انا اشوف مستوى الرطوبه، درجه الحراره، الهواء الجو اللي جوه البيت نقي ولا لا، فابدا ان انا اتحكم في الهواء اللي موجود جوه ودرجه الحراره. عندي الاوكيبانسي اوير كنترول سيستم ان لما يبقى في الفراغ بتاعي ابدا ان انا اشوف في حد دخله ولا ما حدش دخله. لما حد يدخله فيبقى في سنسور مثلا يقيد النور، يطفي النور، يشغل موسيقى، يفتح ستاير، كلام من ده. عندي lighting control system أو ده التحكم في الإضاءة، زي ما قلنا، زي لسه ما قايلين ال HVAC اللي هو ال heat ventilation وال air conditioning، التحكم في درجة الحرارة والتهوية وال condition بتاع الـ air. عندي كمان leak detection اللي هو لما يبقى فيه تسرب غاز أو تسرب مية فيبدأ إن هو يديني إنذار. عندي ده العناية الـ pet and baby care، زي ما قلنا دلوقتي الروبوت أو السنسور اللي يبدأ إن هو يعتني بالطفل، يبدأ إن هو زي كاميرا مثلا إن أنا أحطها تراقب الطفل. الـ elderly care إن هو مثلا رعاية بكبار السن، إن يبقى كبار السن لو في واحد كبير سن قاعد في البيت فأبدأ إن أنا أحط حواليه سنسورز كتير تتراقب حركته، تتراقب صحته، وكلام من يعني كل الكلام ده. عندي control with smart grid ان انا ازاي ان انا ابدا اربط بقى السنسورز كلها ببعض، وازاي ان انا ابدا اعمل شبكه ما بينهم وما بين بعض كلهم يتحكموا في البيت، وابدا ان انا اتحكم في البيت كله. عندي هنا الابلكيشن ده الروبوت زي ما لسه قايلين في البول كلينرز اللي بينظف حمام السباحه، بينظف في الازاز، بياخد باله من الاطفال، بيكنس الأرض. عندي الروبوت بقى ممكن كمان يبقى فيه روبوتس عشان خاطر السكيورتي للبيت، ممكن يبقى فيه روبوتس تنظيم الملابس أو للحيوانات الأليفة. ده كده كان السمارت هوم، يعني السمارت هوم أنا بستخدم، والسمارت سيتي يعني بمعنى إن أنا السمارت سيتي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن سنسورز، وابدأ ان انا استخدمها واوظفها في اماكن معينة عشان خاطر تزيد من جودة الحياة، ومش بس بوظفها في اماكن مثلا اماكن عمل ك government او ك education، لان ممكن اوظفها كمان في البيت بتاعي او في المبنى بتاعي او في الفندق بتاعي، مستشفى، كل الوظائف الموجودة عندي. فابدأ ان انا اوظف السنسورز، وابدأ ان انا اعمل ارفع من مستوى الحياة او من مستوى المعيشة، فيبدأ يبقى في جودة عالية في الحياة اذا كان في البيت، في البيت بس كنفسه كبيت او كمدينه. وابدا ازاي ان انا استخدم الروبوتس عندي موجوده، ابدا ازاي ان انا استخدم الروبوتس في مدينه عندي، وابدا ان انا ازاي استخدم الروبوتس عندي في البيت. يعني ازاي ان انا ابدا اخطط المدينه، وابدا ان انا اخطط البيت بتاعي، بحيث ان انا اخد بالي استغل كل الامكانيات الموجوده عندي بتاعه التقدم التكنولوجي او التكنولوجيا الحديثه او الاي اي. ازاي ان انا ابدا ان انا استغل التكنولوجيا دي كلها عشان احقق اقصى رفاهيه او اقصى جوده حياه ممكنه. فده كان الفكره بتاعتنا في السمارت هوم والسمارت سيتي. اما بالنسبه للسمارت ده بالنسبه اللي هو للسمارت هوم والسمارت سيتي، اما بقى السمارت هوم فكره كمان في ان انا ازاي اخد ازاي ان انا احقق اكتر راحة ممكنة في البيت بتاعي، بحيث ان انا بس مش بستخدم المدينة، مش بخلي المدينة سمارت بس، لا انا بخلي كمان البيوت سمارت. فاللي يبقى اللي يقعد في البيت يبقى مرتاح، واللي يبقى مستخدم في المدينة او وظائف المدينة او امكانيات المدينة يبقى مرتاح، ويبقى قادر ان هو يستخدم كل امكانيات التكنولوجيا. ده بالنسبة للمحاضرة بتاعتنا النهاردة. وفي البداية وفي النهاية أنا باخد كل الكلام ده في اعتباري في التصميم، لما يجي إن أنا أصمم بيت وعايز إن أنا أعمله ذكي، فأبدأ إن أنا أخد بالي من كل الأفكار دي، وأبدأ إزاي إن أنا أعرف أطبقها إزاي معايا في البيت، أو لما يجي أعمل بلاننج للمدينة وأبدأ إن أنا أربط الكلام ده كله ببعض، وأبدأ إن أنا أستخدم الـ AI معايا، وأبدأ إن أنا أستخدم التكنولوجي معايا إزاي في المدينة، وأبدأ إن أنا أوظفها صح. فده كان الهدف من محاضرة النهاردة، ده كان نهاية المحاضرة.
وشكرا جدا انكم سمعتوني، ويا رب تكون المحاضرة كانت مفيدة، ويا رب تكون وصلت المعلومة اللي انا كنت عايزة اوصلها. شكرا جزاكم الله كل خير يا باشمهندسة، الله يكرمك. أنا عندي شكرا بس جدا سؤال لكم. قبل ما ندخل في الأسئلة، هل ممكن نحول مدينة قائمة بالفعل، ومدينة مثلا زي القاهرة أو اسكندرية، لمدينة ذكية، ولا لازم تكون مدينة أصلا لسه تتبني؟ هو المفروض لو هي المدينة لسه هتتبني هيبقى طبعا يعني أفضل وأسهل، بس لو هي مدينة لسه، لو هي مدينة قائمة بالفعل، فأنا ممكن أحولها لسمارت سيتي فعلا، بس طبعا مش هيبقى نفس سرعة إن أنا أعملها كمدينة لسه بتنشأ. يعني كمدينة لسه بتنشأ بيبقى أسهل وبيبقى أسرع، بس لما مدينة قائمة أنا أقدر إن أنا أحولها، أقدر إن أنا أحاول إن أنا أتحكم في البيوت والمباني، بس طبعا هيبقى فيه تكلفة شوية. فبس تقدر عادي، نقدر عادي ان احنا نحولها نخليها سمارت سيتي، ان احنا نستخدم كل امكانيات التكنولوجيا الحديثه. يعني اقدر ان انا استخدم درونز، اقدر اللي هي الطيارات بدون طيار، اقدر ان انا استخدم اخلي الشارع بتاعي نفسه سمارت من خلال بقى اناره مثلا او باركينج. يعني اقدر ان انا اوظف السنسورز بتاعتنا كلها احطها في المدينه عادي، بس طبعا هتاخد وقت وهيبقى فيه تكلفه مش هتبقى زي تكلفه المدينه اللي لسه بتنشأ، بس ممكن. تمام. طيب في حد عنده أي أسئلة؟ طيب هل في أي مدينة ذكية ممكن نتكلم عنها في المنطقة بتاعتنا في البلاد العربية؟ في دبي كسمارت سيتي، هي المدينة رقم واحد في كسمارت سيتي في العالم، فاحنا نقدر ان احنا نشوف الامكانيات المعمولة في دبي، وهي فيها حاجات كتيرة اتعملت فعلا، زي مثلا العربيات اللي هي درايفرلس اللي بتبدأ ان هي تمشي لوحدها، او مثلا في باصز مثلا موجودة فيها، فالباص مثلا نفس فكرة الروبوت اللي بيتحرك على لاين او مسار معين، فالباص بيبدأ ان هو يتحرك برضه على مسار معين. في عندي مثلا ضابط شرطة روبوت، في عندي إشارات مرور بيبدأ إن هو يتحكم فيها سنسورز برضو. ففي دبي هي فعلا متحقق فيها إمكانيات كتير جدا كسمارت سيتي، وهي المدينة معتبرة كالمدينة رقم واحد كسمارت سيتي، فممكن ندرس كويس قوي الإمكانيات الموجودة ونطبقها في دبي، ونبدأ إن احنا نتعمق أكتر في الموضوع من خلال إن احنا نتعرف على التطبيقات الموجودة دي. هو تقريبا في مصر بدأ كذا مدينة ذكية، بس لسه الفرسوش اللي هي العاصمة الإدارية نقدر نقول العالمين. يعني مش عارف 13 مدينة. هي بدأوا ان هم يعملوها فيها كمدينة ذكية، بس طبعا لسه ما خلصوش، ولسه ما فيش داتا كافية ان احنا نقدر نعرف ايه فعلا التكنولوجيا اللي اتطبقت فيها، ونبدأ ان احنا ندرسها صح بإذن الله، لأن هو ترتيبنا على مستوى العالم في المدن الذكية للأسف منخفض، على حتى مستوى أفريقيا، في جنوب أفريقيا عاملة شغل حلو يعني، وبلاد كتيرة جدا. ما هو الفكرة في ان انا بيبقى عندي، بتبقى فيه تكنولوجيا موجودة، بس انا علشان خاطر ابدأ ان انا استغلها وابدأ ان انا اطبقها، فده بيحتاج مني وقت، بيحتاج مني خبرة ان يبقى فيه عندي ناس عارفة الكلام ده وازاي هتقدر ان هي تطبقه، بيحتاج مني كمان التكلفة، الميزانية اللي انا هحطها للكلام ده. لما بنيجي نبص مثلا لتطويرات كتيرة بتبدأ ان هي تحصل دلوقتي، ومشاريع كتيرة ان هي بتبدأ تحصل دلوقتي، فيبقى بيبدأ يبقى في أولويات. أنا عندي إيه الأولوية الأول؟ إن أنا أطور طرق، ولا إن أنا أعمل مدينة ذكية؟ إن أنا أبني مدن جديدة أستوعب فيها كثافة سكانية، ولا إن أنا أعمل مدن ذكية؟ فبيبقى عندي برضو حاجات متحكمة عندي في الموضوع أكتر، أكتر من إن أنا بس يبقى الهدف بتاعي إن أنا أعمل مدينة ذكية. فأنا لازم برضو في حاجة، في مستويات تانية لازم إن أنا أحققها الأول قبل ما أعمل مدينة ذكية على طول. معنى كده إن المدينة الذكية مكلفة؟ مش مكلفة، بس هي طبعا يعني لما نيجي نبص لها في البداية أنا هدفع فلوس، أنا هكلف، بس في نفس الوقت العائد بتاعها هيبقى كبير قوي عندي.
يعني انا مثلا في البدايه هحط سنسورز عشان خاطر الميه وترشيد الطاقه والكلام ده كله، بس لما هاجي بقى هكلفهم في البدايه، بس لما هاجي ابص على العائد بتاعهم لان انا عندي نسبه استهلاك الطاقه اقل، لان انا عندي الطاقه اللي انا بستخدمها هولد طاقه جديده ونظيفه، هيبدا ان انا عندي في حاجات امكانيات كتير بتبدا ان هي تطلع قدامي تعوض عندي التكلفه اللي انا حطيتها. يعني هي العملية بتبدأ إن يعني هي توازن بعض في البداية بقى. هو يعتبر زي مع استثمار السلامة. مثلا، أيوة يعتبر زي استثمار. أنا بكلم، ما تزعل ما تزعل عن مقاطعة حضرتك، اتفضل. لا لا انا العفو يا فندم استاذ. هي فعلا زي استثمار، انا ببدا ان انا استثمر احط فلوس في البدايه، بس العائد بتاعها بيبقى مضمون وطالع الناتج بتاعه في النهايه عالي، وانا ببقى عارف ان انا بستثمر في البدايه في مكان صح، مكان هيطلع ناتج وعائد مضمون. جزاكم الله خير. في أي حد عنده أي أسئلة بخصوص المحاضرة؟ في ما حد بيسأل فيش عن أسئلة. مجالات زي الصيانة، إيه الأمثلة اللي ممكن نستخدمها؟ صيانة في عندي مثلا صيانة ماشينز، أو عندي مثلا السنسورز بتاعة المية أو الغاز، إن أنا أقدر إن أنا أعمل صيانة، أحط سنسورز تشوف مثلا إن المية المواسير بتاعتي بتاعة المية قربت إن هي تتهالك، فلا أنا عايز أعمل صيانة. ده إذا كان على مستوى المدينة أو إذا كان على مستوى البيت، فيبقى في عندي صيانة للمرافق بتاعتي مثلا إذا كانت مية إذا كان غاز، يبقى عندي صيانة مثلا للماشينز اللي أنا بستخدمها، عربيات، أعمدة إنارة، أقدر إن أنا سنسورز وأحطها تبدأ إن هي تقولي على حالة الحاجة اللي أنا بستخدمها، وإذا كانت متهالكة فأبدأ إن أنا أعمل لها صيانة وتقولي أعمل هتبدأ تعمل لها صيانة في الجزء المعين ده أو لأ. أتمنى إن أنا أكون ردت يعني. تمام حضرتك، جزاكم الله كل خير، الله يكرمك يا باشمهندس. ان شاء الله لا ما المحاضره فهمتش، الجايه هتبقى عن ايه؟ عن الماتيريال، السمارت ماتيريال والـ AI، الماتيريال المستخدمة معايا في الـ AI والسمارت ماتيريال ان شاء الله. تمام، ما شاء الله، جزاكم الله كل خير، ان شاء الله الله هي يخليك يا محاضره باشمهندس، مشوقه باذن الله. يا رب ان شاء الله. الله شكرا جدا يكرمك يا لحضرتك، باشمهندس، جزاكم الله خير. شكرا لحضرتك يا باشمهندس. نعم.